ثانيا أكثر معلومة كنت تعرفها بأنه موازنة العراق بها لا يقل عن 78 تريليون تشغيلية، هل ما ممكن المساس بها الرواتب وكذا؟ نعم. لا واحد يخوف ولا، وحتى بيخوف كلامه ما راح ينسمع، لأنه في 78 تريليون تشغيلية القانون الإدارة المالية ضامنها وتسير بوجود الموازنة وبعدم وجودها. لكن احنا ما بعد ال 78 تريليون اللي هي باتجاه التنمية أو الاستثمارية يسموها، لأنه العراق في 21 صار 102 تريليون تقريبا، ال 78 مثل ما ذكرت لك بأنها تشغيلية، وما بعدها باتجاه الاستثمارية. هذا حاليا هسه احنا قانون الأمن الغذائي يشبه التعامل مع الجزء الاستثماري بالموازنة السابقة، الموضوع التشغيلي ماشي وموضوع الرواتب ما ممكن واحد يتطرق لها ولا ممكن، وخاصة بوجود الوفرة المالية. نعم. الوفرة المالية بنسبة تقليل نسبة الصرف بنسبة 1/12، زيادة سعر النفط، زيادة إنتاج النفط، زيادة أسعار الصرف الدولار، فكلها أضافت وفرة مالية، ما ممكن واحد يوصل لمساس بهذه القضايا.